هدفنا من خلال إن شاء الله هذا الحدث هو أن يصبح موعد قاري سنوي هام يجمع كل الفاعلين، يمكن شركة النشاء الإفريقية أنها تتقرب أكثر من صناع القرار، من المستثمرين، يزيد من أيضا مرئية النظام البيئي الإفريقي، ويوحد الجهود مختلف الدول الإفريقية في مجال تنمية الابتكار، مكافحة هجرة الأدمغة، وضع آلية تمويل حديثة خاصة بالشركات الناشئة إلى غير ذلك.